صباح الخير من بريسبن، اهلا وسهلا بيكم كلكم. النهارده هنتكلم عن موضوع من الاسباب اللي بتهمني بيها لاستراليا. من الحاجات اللي انا حبيتها جدا هنا الموضوع الخصوصيه، في كمان حتى كمان لما تيجي تركب القطر او تركب المترو او المواصلات العامه ما بتلاقيش اي حد مشغل اي كان الاغاني او قران او اي حاجه مشغلها اكتر من ان هو يسمعها، عايز يسمع اي حاجه بيحط سماعات في ودانه عشان يبتدي يسمع الاغاني او يسمع القران اللي بيسمعه هنا، عشان بيؤمنوا شويه بالموضوع تعدد الثقافات وتعدد الاذواق. هتلاقي الناس هنا محدش بيضايق حد او محدش بيحاول ان هو يفرض ذوقه على حد، يعني مش هتلاقي حد يشغل قران ويجي يقول لك لو انت اتضايقت حتى من صوت القران اللي هو العالي ما يجيش يقول لك ده قران، يعني ماشي مع القرآن، بس ممكن في ناس مش مسلمة أو في ناس مش تعبانة عايزة تنام كلام من دوت وانت بتضايقها، فالناس بتاخد بالها من الموضوع دوت. الأغاني حتى كمان ما هتلاقيش، ما ممكن يكون ذوقي غير ذوقك، فلو انت حطيت أغنية وانا حطيت أغنية وده حط أغنية فهتلاقي الناس كلها بقت دوشة زيادة عن اللزوم والموضوع بقى رخم جدا. غير كمان تعدد الأديان، يعني انت لو حطيت قرآن واحد تاني حط إنجيل واحد تالت حط كلام من عنده من أي حتة تاني هتلاقي الموضوع بقى سخيف جدا، يعني الموضوع بقى تحدي، يعني الموضوع كده، فهتلاقي ما حدش بيشغل الحاجات دي موجودة في المواصلات العامة، عايز تسمعها اسمعها لوحدك. كمان في حاجة مهمة جدا هنا في القطارات، ان في كمان العربيات الهدوء او العربيات اللي هي بتبقى ساكتة اللي انت عايز تركب فيها عشان تبقى من غير دوشة خالص. حتى لو انا هعمل فيديو زي كده ممنوع خالص ان انا اركب العربية دي، لازم اكون لازم حتى المكالمات بين الناس لازم تكون في اضيق الحدود وبصوت واطي جدا، حتى مكالمات التليفون لو هترد على التليفون ما ترد بتوشوش، يعني ما ينفعش تزعق ولا اي حاجة او تعلي صوتك. ممنوع الاغاني زي ما قلنا تشتغل بصوت عالي، هناك بقى ممنوع حتى كمان الكلام بصوت عالي. بيحترموا هم جدا الموضوع ده، لو ممكن حد تشتكي وتنزل حد لو حد كان صوته عايز. بالنسبه كمان بيسيبوا كمان كل واحد حر ان هو يسمع اللي هو عايزه او يتفرج على اللي هو عايزه، ان هم بيؤمنوا بحريه الكتابه او حريه التعبير عن الراي، مهم جدا جدا في الموضوع ده في المواضيع دي هنا. مش هتلاقي حد عمره يجي يقول لك لا الاغنيه دي وحشه ما تسمعهاش او الفيلم ده وحش ما تتفرجش عليه او امنعوا الممثل الفلاني او امنعوا المغني الفلاني او امنعوا الكاتب الفلاني او اي حاجه من الحاجات دي. بس هم عندهم ترتيبات للافلام، يعني مثلا في فيلم ما ينفعش تتفرج عليه لو انت اقل من 12 سنه، فيلم ما تتفرجش عليه غير وانت عندك مثلا 16، الفيلم ده ما تتفرجش عليه غير لما تعدي 20 سنه، كلام من دوت. في افلام تانية ما تتفرجش عليها غير لما يكون معاك الاب والام موجودين، كل الكلام ده موجود هنا. السينمات بتدقق في الموضوع دوت، يعني انت لو رحت اي سينما او اي حاجه من الحاجات دي هتلاقي ناس واقفه يقول لك لا والله ابنك اصغر من ان هو يخش الفيلم دوت، بس لو انت في البيت محدش، انت اللي متحكم في الموضوع، لو انت شايف ان ابنك عادي يتفرج على الموضوع دوت اتفرجوا. بس اغلب الناس بتحترم الكاتيجوريز ديت او بتحترم التصنيفات ديت، ان هم شايفينها ان هو معموله تحليلات نفسيه على كل الافلام ديت، او عشان خاطر ينشئوا جيل سليم وجيل محترم، فهم بيهتموا هم من نفسهم بالموضوع دوت. بس هو مش هقول لك ممنوع او حد بيقدر يمنع الفن نفسه، لا، هو الشعب هو اللي بيختار، هو اللي بيعجبه حاجه بيتفرج عليها ما بتعجبوش حاجه ما بيتفرجش عليها، هو اللي بيبقى الحكم في الموضوع ده. بس تقريبا الموضوع اللي كنت عايز اكلمكم فيه النهارده، لو في اي حاجه سيبوا كومنتات وقولوا لي ايه رايكم في المواضيع. شكرا، السلام عليكم.